بكم في حلقة جديدة من برنامج مشيت أحمر. لم تنبث الانتخابات أن تضع أوزارها حتى دخلت الأحزاب الكردية في سلسلة مفاوضات للم الشمل ورص الصفوف نحو موقف موحد. هذه المساعي التي تهدف إلى رأب الصدع في البيت الكردي يقودها الحزبان الحاكمان هناك رغم كم الخلافات التي دارت بينهما منذ أحداث كركوك. مساعي تهدف إلى تقوية الموقف الكردي عبر الاجتماع تحت خيمة كتلة موحدة تلبي طموحاتهم وتحقق مطالبهم. ويبدو أن الاجتماعات التي شهدها الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية أتت أكلها. توحد الكرد أسرع من غيرهم في وفد تفاوضي شد رحاله إلى بغداد للتفاوض مع الفائزين هناك حول شكل التحالفات التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة. نفتح هذا الملف للنقاش، لكن بعد أن نتابع أبرز منشطات حلقة اليوم. ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي يحذر بعض القوى الفائزة في الانتخابات من مساعي العودة إلى الاصطفاف الطائفي في تشكيل الحكومة وجميع السلطات الأخرى. الصدر يؤكد خلال لقائه علاوي في بغداد أهمية تحقيق أولويات الشعب المتمثلة في محاربة الطائفية والفساد وتثبيت أسس العدالة الاجتماعية والتنعم بموارد العراق. مراقبون انتخابيون يؤشرون خللا في العد والفرز، 18 مرشحا في 6 محافظات نصيبهم 0 من الانتخابات ولم يسجل لهم أي صوت حتى تصويتهم لأنفسهم. وفد يمثل القوائم الكردستانية كافة يتفاوض في بغداد مع القوائم الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر، أبرز شروطه تطبيق جميع بنود الدستور. نرحب بضيفنا سيد عبد الغني علي يحيى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد عبد الغني اهلا بك معنا اليوم. الاكراد لا يشغلهم يعني السؤال من سيترأس الحكومه المقبله ولا من سيكون رئيس الجمهوريه، بل بالعكس هم يتطلعون الى تشكيله الحكومه المقبله من خلال التحالفات التي يسعون يعني خلقها في المرحله القادمه. طيب اليوم انتم في الحزب الديمقراطي كان لديكم الكثير من الاعتراضات وخصوصا بعدما حصل في الاستفتاء مع الجوانب الكردية يعني المختلفة، كيف ذهبتم اليوم إلى بغداد وإلى ماذا تتطلعون هناك؟ لقد كان مقررا قبل أيام أن يتشكل وفد كردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني ويزور بغداد للتباحث مع الأطراف فائزة في الانتخابات لأجل تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات التي جرت في 12 من شهر أيار الحالي. ولقد تألف الوفد الكردي كما تعلمون من 3 أشخاص، هم السيد فاضل ميراني سكرتير اللجنة المركزية سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك خسرو غوران مسؤول الانتخابات في الحزب، والسيد شوان أحمد طه العضو البرلمان السابق في البرلمان العراقي. ومن المقرر ان يتفاوض هذا الوفد في بغداد مع كتلة الصدر قبل كل الكتل الاخرى، وبعد ذلك يتجه الى التفاوض مع السيد خميس الخنجر وكذلك كتل الحكمة والكتل الشيعية والسنية كما تعلمين. وكما تعلمين ايضا فان المهم في رايي بالنسبة للكرد هو ضمان الحقوق القومية المشروعة للكرد في الحكومة العراقية المقبلة وليست المناصب. طيب سيد عبد الغني يعني هل يعني حقوق الكرد الدستورية التي يسعى دائما الأكراد لتحقيقها والوصول إليها هي ستكون بالمقابل من سيترأس الحكومة المقبلة أو حتى مع من ستتحالفون؟ لأن أغلب القادة حتى يعني دعنا نتحدث للأسف بهذه الطريقة، أغلب القادة الشيعة أنتم كأكراد جربتموهم، ربما لا تسعون اليوم للتحالف معهم. الكرد كما تعلمين ليس لهم خط أحمر على أي مرشح ومن أي
كتلة كانت لرئاسة الحكومة، ولقد صرح بذلك السيد ميراني ومسؤولون آخرون من الحزب الديمقراطي الكردستاني. الكرد ليس لديهم خط أحمر تجاه هؤلاء، ولكن كل ما يهمهم هو أن تنتزع حقوقهم القومية وأن يحققوا حقوقهم القومية المشروعة، سيما بعد أحداث 16 من أكتوبر الماضي عام 2017 في كركوك. فمنذ ذلك الوقت كما تعلمين فإن الوضع الكردي تراجع لحد ما، وكذلك تأثرت العلاقات بين الكرد بين أربيل وبغداد سلبا. ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني الآن إلى إعادة العلاقات إلى مجاريها الطبيعية، وأن يرفع الغبن الذي حصل بالنسبة للكرد بعد أحداث 16 من أكتوبر الماضي. الكرد كما تعلمين ليس لهم خط أحمر على أي مرشح من أي كتلة كان تنتخبه الكتل الأخرى، وكل ما هم الكرد هو ضمان حقوقهم وضمان تطبيق الدستور العراقي لكي لا يظلم أحد وأن ينصف الجميع من خلال تطبيق الدستور. إذن سيد عبد الغني مستمرون معك، وسنتحدث أيضا إلى تطلعات الأكراد من تشكيلة الحكومة المقبلة، ولكن بعد أن نتوقف قليلا. عودة لإكمال الحوار مع ضيفي السيد عبد الغني علي يحيى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد عبد الغني، هل سيكون تطلعات الأكراد اليوم بوفدهم الذهاب إلى بغداد هي العودة إلى النقطة ما قبل الاستفتاء؟ لأنكما بعد الاستفتاء كان هنالك الكثير من الأمور التي حصلت والإجراءات التي اتخذت لم تكونوا موافقين عليها. يسعى الكرد قبل كل شيء إلى إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، وإلى خلق تفاهم جديد بين أربيل وبين بغداد، وأن تتحقق الحقوق القومية للشعب الكردي، وأن تطبق المادة 140 وإجراء الإحصاء السكاني في العراق، مع إعادة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها لأجل حفظ الأمن والاستقرار في هذه المناطق. ولذلك يعمل الكرد بهذا الاتجاه طبعا، وأبدوا الاستعداد للتعاون مع كل الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات. وبدون شك أن الكرد أيضا يسعون إلى ترتيب البيت الكردي وتوحيد الصف الكردي لأجل تحقيق مطالبه القومية. فبدون ترتيب هذا البيت وبدون توحيد الصف الكردي من الصعب جدا نيل أي حق مشروع للشعب الكردي. لذلك طيب سيد عبد الغني، يعني انتم طويتم الصفحه القديمه الكرديه الكرديه وذهبتم بوفد موحد يمثل الاكراد اليوم الى بغداد، يعني من الجهتين اليوم نحن لدينا جبهتين في تشكيله الحكومه المقبله، انتم تتطلعون الى التحالف معها اكثر وهي من ستعطيكم اولا اعاده حصه الاكراد التي كان معمول بها قبل الاستفتاء، ربما النظر بقانون 140، ايضا العوده الى يعني كركوك في يعني شكل قوات البيشمركه، يعني كل هذه الامور والمعطيات التي يطالب بها الكرد وتسمونها بانها دستوريه، من الجهتين ستعطيكم إياها؟ يعني هل جهة سائرون تحالف سائرون أم الفتح ودولة القانون؟ إلى الآن لم يتضح يعني ميل الكرد إلى أي من
جهتين، دولة القانون أم سائرون، ولكن الكرد سيتحالفون مع الجهة التي تنفتح أكثر من الأخرى على المطالب القومية للشعب الكردي. واليوم سمعت أن هنالك طبعا هنالك جبهتان أو بالأحرى خطان لتشكيل الحكومة المقبلة، خط يمثله السيد مقتدى الصدر وكذلك القوى الشيعية مع السيد الصدر مثل النصر وكذلك الحكمة، وقد تنضم إلى هذا التحالف أيضا كتلة العلاوي والحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا. وهنالك أيضا خط آخر يقال بأنه يعني يمثله ائتلاف دولة القانون وكذلك الفتح وقوى أخرى أيضا. لهذا إلى الآن فإن لم يتضح أي من الخطين سيكون حليفه الحظ في المستقبل. ولكن لا ننسى أيضا هنالك أقاويل من أن الولايات المتحدة تدعم الخط المعتدل، خط الصدر النصر الحكمة وكذلك الديمقراطي الكردستاني، وأن إيران بالمقابل تدعم الخط الآخر بقيادة السيد نور المالكي وكذلك هادي العامري ورموز شيعية أخرى أيضا. ولكني أقول أن الوفد الكردي عليه قبل كل شيء أن يرتب أموره في الداخل الكردي، فإذ لا ننسى أن هنالك 7 أحزاب كردية لا توافق التوجه إلى بغداد بدون حل المشاكل التي ترتبت نتيجة التلاعب بنتائج الانتخابات. نعم. وهذه الأحزاب كما تعرفين أحزاب كبيرة مثل الحركة للتغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وكذلك التحالف من أجل الديمقراطية وحركة الجيل الجديد والحزب الشيوعي. يعني إذا سيد عبد الغني، يعني كيف تذهبون بوفد إلى بغداد إذا ما كنت تلمح على أن البيت الكردي اليوم بأنه يعني هنالك تجاذبات في داخل البيت الكردي وأيضا هنالك تفكك نوعا ما؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد أن نتوقف قليلا. الحوار مع ضيفي سيد عبد الغني. سيد عبد الغني، يعني كنا نتحدث عن يعني البيت الكردي، ترتيب البيت الكردي، كيف تذهبون بوفد إلى بغداد وأيضا يعني تلمح بأن البيت الكردي هنالك نوع من الإرباك أو التشتت أو أيا كانت الصفات؟ نعم، هنالك في الوقت الذي يتوجه فيه وفد كردي إلى بغداد هنالك أيضا محاولات في الداخل الكردستاني لأجل التقريب بين الأطراف الكردية المعارضة لنتائج الانتخابات. وكما قلت أيضا فإن الولايات المتحدة أيضا دخلت على الخط اليوم في شخص بريت ماكغورغ الذي توجه إلى الأحزاب 7 المعارضة للحزبين الرئيسيين لإقناعها بغية الدخول في تحالف واسع مع الحزبين لغرض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المرتقبة. أي أن هنالك محاولات جارية، ولا أعتقد أن محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني لأجل في مجال الاتصال مع القوى العراقية، أعتقد أن هذا التوجه أو هذا النشاط لا يتعارض مع اتجاه الأحزاب 7 الأخرى، لأن هنالك كما قلت أيضا محاولات لأجل التقريب أو تقرب من هذه الأحزاب وإقناعها بالدخول في تحالف موسع كردي أو تحالف موحد في البرلمان العراقي.
طيب سيد عبد الغني، يعني لا يخفى على احد بان الديمقراطي والاتحاد هما الكتلتان الاكبر والحاكمتان اليوم في الاقليم، وعندما يتوجهان الى بغداد اي لديهما رؤيه واضحه للمرحله المقبله، يعني هل يمكن ان نتحدث عن اعاده تفكير بالتحالفات السابقه او بتشكيل الحكومه السابقه مثلا؟ يعني انتم ربما كنتم تشتكون دائما من حكم السيد المالكي وايضا اشتكيتم من حكم السيد العبادي بعد الاحداث التي حصلت في الاستفتاء، فهذا يجعل اليوم المواطن العراقي يفكر الأكراد إلى أين يتجهون، إلى أي جبهة؟ هل سيكونون مع سائرون؟ هل سيتحالفون مع الجبهة الأقوى؟ أم أن أمريكا إذا ما قالت نحن مع سائرون فسيكون الأكراد كذلك؟ الأكراد إلى الآن مع التوجه العراقي كما تعلمين، سواء كانت الكفة راجحة لصالح سائرون وحلفاء سائرون أم ترجح لصالح الطرف الآخر، فالكرد لابد وأن ينضموا إلى أحد الطرفين، إما الطرف الذي من المفروض أن يكون مقربا من الولايات المتحدة، أو الطرف الذي من المفروض أن يكون مقربا من إيران. الطرف الكردي لم يعلن انسحابه أو بالآخر تمسكه بخط يتعارض مع الخط العراقي العام، ولهذا أقول أن الأكراد الآن ينتهجون نهجا سليما في التحاور مع الأطراف العراقية وفي التسليم بعدم معارضة أي شخص يتولى رئاسة الحكومة تجتمع الآراء أو القناعات حوله. طيب سيد عبد الغني، يعني عندما نتحدث عن الجبهة الكردية الداخلية، فربما فوز واحدة من الجبهات في بغداد سيزيد على الانقسام الداخلي، وهنا بالتحديد الجبهة التي ربما يعني لديها علاقات وطيدة مع إيران، هل برأيك يعني هكذا سيناريو ممكن أن يحدث في الجبهة التركمانية الجبهة الكردية الداخلية؟ بدون شك أن هنالك قوى كردية يعني مع الخط الإيراني ومع السياسة الإيرانية ولها علاقات وثيقة مع إيران، وهنالك ايضا جهات كرديه ايضا لها علاقات وثيقه مع الطرف المعارض لايران، ولكن لا ننسى ان الطرفين المتقاطعين الكرديين طبعا هنالك خطوط تجمعهما او مشتركات بينهما، وهي اولا اعاده حصه الاقليم من الموازنه العامه 17%، وكذلك صرف رواتب الموظفين والبيجماركا والانفتاح على القضية القومية الكردية. نعم هنالك تقاطعات بين هذين الجانبين، ولكن مع ذلك هنالك مشتركات بينهما أيضا، لذلك فإن التعويل على المشتركات أعتقد هو الأصح من التقاطعات. والتقاطعات ليست وليدة اليوم كما تعلمين، بل أن التقاطعات هذه كانت موجودة منذ تشكيل أول برلمان كردي عام 1992، حيث حصل خلاف بين الحزبين الرئيسيين، وفي خلال الأعوام الماضية أيضا حصلت خلافات كثيرة بين هذه الأطراف، ولكن غالبا ما كانت تنتهي هذه الأطراف الخلافات بالاتفاق في نهاية المطاف، ونحن نأمل أن تتكلل المساعي الكردية الكردية لأجل التقريب بين الطرفين المتناقضين. ولا ننسى كما يقال أن حتى الحكومات العراقية السابقة كانت تظهر نتيجة لاتفاق أمريكي إيراني، لذلك أعتقد أن لا يشكل هذا السابق إذا حصل الشيء نفسه في خلال الأيام المقبلة، كأن يتفق الطرفان الكرديان بعد أن تتفق الأطراف العراقية المتقاطعة مع بعضها بعضا، وكذلك بعد أن يتفق الأمريكان والإيرانيين على شكل الحكومة المرتقبة في العراق. نعم السيد عبد الغني علي يحيى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم من جديد. يوما بعد آخر تتصاعد المطالبات الشعبية والسياسية بإلغاء نتائج انتخابات الخارج، فكلما هدأ الموضوع وابتعد عن ألسنة المتحدثين يعود ليتصدر من جديد بسبب الغضب الكبير من مصادرة إرادة ناخبي الخارج في الوقت الذي يتوانى فيه الكشف عن عمليات تزوير وتلاعب واسعة جدا بأصوات الناخبين، وهو ما أدى إلى إعادة وجوه خاسرة إلى العملية السياسية من جديد. آخر ما تم الكشف عنه في هذا السياق كان مقالا لصحيفة الجنوب الألماني واسعة الانتشار التي أكدت أن آلاف الأوراق الانتخابية المزورة تم حشوها في صناديق الاقتراع بمدينة ميونخ لصالح جهات سياسية معينة في العراق، وهو ذات الأمر الذي كشفت عنه مقاطع فيديو مسربة تظهر قيام موظفين بتزوير الأصوات. نفتح هذا الملف للنقاش مع ضيفي في الاستوديو المحلل والباحث في الشأن العراقي السيد صباح. على سيد صباح، أهلا بك معنا. أهلا. كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة؟ مدى الثقة بالحكومة المقبلة إذا كانت بدايتها تتحدث في الصحف العالمية بهذه الطريقة؟ حقيقة هي ليست جديدة في عملية التزوير أو الفضائح التي أصيبت بها المفوضية، حقيقة خصوصا المفوضية الحالية. أولا يجب أن ندرك أن هناك حالة تراكم كبيرة جدا سلبية من خلال أداء المفوضية منذ 2003 ولغاية اليوم، يعني بغض النظر عن الشخوص الموجودة ما هي إلا عبارة عن تشكيلة لمكونات العملية السياسية الموجودة والتي تدعي الاستقلالية، ولكن أثناء عمليتها في ممارستها للعملية الانتخابية في الدورات الأربعة الماضية والأخيرة خاصة دلل على عدم أي تراكم إيجابي حقيقي يعطي الإمكانية والتصور الصحيح لنزاهة وشفافية إدارة العملية الانتخابية، بمعنى أن الفساد السياسي أصبح من القوة يمتلك الإمكانية في التلاعب بإرادة المفوضية سواء في الخارج أو في الداخل. طب ولكن في الخارج اليوم سياسيون خسروا في الداخل العراقي، وأصوات الخارج اليوم هي من أنقذتهم ووضعتهم على سكة تشكيل الحكومة المقبلة. يعني إذا ما تحدثنا عن بداية كهذه في الحكومة المقبلة لفاسدين يعودون بهذه الطرق، يعني ليس بعيدا عن الفاسد أن يقوم بهذه الطريقة، ولكن لماذا لم يكن هنالك إجراءات رادعة لصعودها؟ لا تمتلك المفوضية كما قلت في تكوينها من القوة حيث تحاسب الفاسدين أو من يقوم بعمليات إفساد العملية الانتخابية سواء في الخارج أو في الداخل. لماذا؟ لأنها هي نابعة في تكوينها من داخل العملية السياسية الفاسدة في اختيارها، خصوصا هذه المفوضية التي بصراحة تم تشكيلها بعجالة كبيرة جدا، ونحن نعاني من وجود الإرهاب أثناء في 2016-2017 والمباحثات التي جرت ما بين المكونات لعملية الاستبدال للمفوضية لم تكن بالشكل النزيه، وإنما القوى المعشعشة في إدارة العراق هي التي جاءت بهذا النوع من المفوضية التي لا تمتلك أي شكل من أشكال الاستقلالية، ولذلك نلاحظ يرافقها عملية فساد وخاصة في الخارج بعيدة عن أعين الرقابة وغيرها، متناسية أن العالم بأجمعه ينتظر شيء من التغيير في العراق للدورة الرابعة للعملية الانتخابية. طيب سيد صباح، يعني نتحدث عن انتخابات الخارج، تقول بأن المراقبة، يعني على العلم بأن كل العالم ينظر إلى الحكومة المقبلة وإلى تشكيلة الحكومة المقبلة في العراق كونه يؤثر على المنطقة العربية، ولكن تقول بأن الخارج قليل المراقبة عليه من ناحية الانتخابات والنتائج. طيب لماذا اليوم قامت المفوضية بإلغاء الكثير من أصوات مراكز الاقتراع في الداخل؟ لماذا لا تستطيع اليوم مفوضية الانتخابات بهذه الدعوات أن تكون ملبية لها وتلغي انتخابات الخارج؟ المفوضية ما زال لغاية الآن حقيقة هي تراوح في مكانها وكأنها تنتظر قرارا من خارج المفوضية يحفظ ما أوجهها في إدارة عملية تسلل الفساد إليها وعمليات التزوير،
وبنفس الوقت أيضا أن المفوضية ما زال لغاية الآن تتأرجح بشكل غير واضح المعالم في ظهور نتائج الانتخابات، حيث أظهرت نتيجتان. الأولى كانت والتي أعطت وسربتها بشكل غير رسمي أن الكتلة النصر حازت على 65 مقعدا، بينما في ما بعد عمليات الفرز بنسبة 92% من المراكز أظهرت لنا تقدم سائرون ثم الفتح ثم النصر ثم بقية يعني هل الكتل. كان ذلك ضمن جس النبض، جس نبض الشارع نعم. العراقي ورأي نعم. الشارع العراقي في هذه الانتخابات، في نتائج هذه الانتخابات وحتى في نتائج انتخابات الخارج؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد أن أتوقف قليلا. هذه عودة لإكمال حوار مع ضيفي في الاستوديو الدكتور صباح. هلا دكتور صباح، يعني هل نحن نتحدث، يعني قلت قبل قليل كلام خطير بأن هنالك قرار خارج المفوضية سيؤثر على نتائج هذه الانتخابات وعلى النتائج التي تقولها المفوضية، هل هو توافق سياسي ربما؟ بالتأكيد، ونحن جربنا التوافق السياسي وأفرز لنا أزمات مختلفة في إدارة العراق على مدى 15 سنة الماضية. كلنا ندرك سياسة التوافق تفرز لنا المحاصصة، الفساد المالي والإداري وغيرها من السياسات التي ما نسمي بالتوافقات. ولكن هي بطبيعة الحال النتائج خرجت، يعني ما الذي سيغير التوافق؟ ما الذي سيغير؟ الفاسدون الذين زوروا انتخابات الخارج نعم. أعادوا تدوير وجوههم اليوم في هذه الحكومة وربما نعم. سيدخلون البرلمان وسيكون لهم قرارات مهمة في الحكومة المقبلة. ما الذي سيغير؟ لماذا اليوم التوافق يتدخل حتى في نتائج الانتخابات؟ حقيقة من الصعب جدا أن نخرج إحنا من سياسة التوافق، والدليل على أن لا تمتلك الكتل برامج حقيقية متفق عليها حتى في تشكيل الحكومة، وهذا انعكس بشكل واضح من خلال تشكيل المفوضية الجديدة قبل أكثر من تقريبا 6 أشهر أو أكثر. لذلك نلاحظ المفوضية مرهونة ب سياسة واتفاق الكتل، ولذلك نلاحظ الشارع يغلي في استبعاد المجربين الفاشلين في إدارة العراق على مدى 3 دورات الماضية. ولكن من أتى بالتزوير سيتحدث نعم. ويقول بأن هذه النتائج تخصني وأنا حصلت على هذه النتائج ولا يحق لي المفوضية اليوم إلغائها. هل اليوم المفوضية ليس لديها القدرة والقوة نعم. الحقيقية في داخل العراق على أن تلغي فعلا انتخابات الخارج وتقول بأن هذه الانتخابات حصل فيها يعني تزوير، وكان التزوير واضح عندما نعم. تم إثباته بالصوت والصورة؟ حقيقة المفوضية كما قلت ضعيفة من الضعف ولا تمتلك قوة، بحيث يعني من المفترض بصراحة القانون يعمل على دفع المفوضية باتخاذ قرارات حاسمة حقيقية لصالح مطالب الشارع العراقي. يعني عندما نقول ليس لمطالب الكتل والقوى، خصوصا عندما تمتلك رموز أصبح وجوهها كالحا وفاشلا أمام الشعب العراقي على مدى 15 سنة ماضية. ولكن تواطؤ المفوضية هو الذي أعطى الإمكانية لاستعادة هذه الشخوص، ولذلك في اعتقادي الشارع حاليا يغلي بدرجة قد يؤدي ذلك إلى حالة من الاحتجاجات في الأيام القادمة أو الجمعة القادمة أو غيرها. بصراحة من المحتمل أن يدفع بالمفوضية لاتخاذ بعض القرارات
منها إلغاء الانتخابات الخارج التي لا تشكل إلا تقريباً 5% أو أقل، حتى يعني بحدود حوالي 200,000 الذين اخترعوا في الخارج لا يزيد عددهم بقياساً من الموجود، عددهم بحدود 24 مليون. ولكن العملية في التزوير الواضحة المعالم ليس فقط في الخارج، ليس مجيء الشخوص، وإنما نسبة التصويت اللي هي 92% التي أعلنت كإعلان بدائي للنتائج من قبل المفوضية قبل الإعلان النهائي، كانت نسبة المشاركة لا تزيد عن 19%. طيب، وإذا بها في النهاية تقفز إلى 44. وهذا ما سنتحدث عنه، يعني اختلاف أيضا النسب، ولكن دعنا نتوقف قليلا مع أبرز التغريدات حول هذا الملف. عودة لضيفي في الاستوديو الدكتور صباح. على الدكتور صباح، يعني كنا نتحدث تحت الهواء عن وثائق تم توقيعها الكثير من السياسيين، وحتى كانت يعني بمتابعة أممية، ولكن للأسف ما نتج عن الانتخابات وعمليات التزوير، وكلها موثقة وموجودة حتى عند المفوضية، هنالك شكاوى أيضا قدمت إلى المحاكم. برأيك الاختلاف في النسب في النتائج كيف ستنظر إليها الأمم؟ من المفترض حسب قوانين وأنظمة العالم أجمع في العملية الانتخابية بشكل شفاف وديمقراطي، من المفترض أن لا تقل عن 40 إلى 50% نسبة المشاركة، بينما نلاحظ 8 مليون مشارك من أصل 24، يعني نسبة واطئة جدا، وقد تكون أيضا الأرقام غير دقيقة وغير صحيحة، لأنه لو نأتي إحنا إلى نسبة 21% المشاركة من أصل 24، نلاحظ ونجمع الأصوات نقسمها على 325 نائب، يطلع عندنا بحدود حوالي 4000. يعني النسبة بسيطة جدا، يعني قياسا بما يحصل في انتخابات في العالم. كيف يمكن اعطاء شرعية لحكومة يعني مشكك في هذه النتائج الخارج عن انتخابات 2018، مشككة في نتائج انتخابات الخارج، حتى في الاقتراع الخاص، حتى في المعتقلين بالسجون كان الحديث هنالك ضغوط كبيرة عليهم للإدلاء بأصواتهم لجهات معينة، كيف يمكن اعطاء شرعية دولية أممية حتى الأمم المتحدة؟ أين الحديث بهذه النتائج؟ لم تتحدث حقيقة. الأمم المتحدة لها باع كبير جدا في مسألة بناء العملية الديمقراطية والسياسية في العراق منذ 2003 ولغاية اليوم، ولكن ما زال لغاية الآن الأمم المتحدة لم تصدر قانونا أو عفوا تقريرا واضح المعالم أزاء الانتخابات العراقية، وكأنها تنتظر حالة التوافق السياسي وإصدار قرار من قبل المفوضية بقبول تلك الانتخابات أو عملية رفضها أو غير ذلك من بعض الشكاوي الواضحة المعالم في عمليات التزوير. ولكن هنالك دعوات للمفوضية لأن تنظر فعلا إلى الشكاوى المقدمة لها حتى يتم بالأخير المصادقة على النتائج. كما قلت، أولا الجهة القانونية في داخل المفوضية لا تمتلك من القوة كي تتحدث في هذا الموضوع الخطير الذي عول عليه بصراحة شعبنا العراقي، بأن هناك عملية تغيير باتجاه زيادة في عملية الوعي والمشاركة خصوصا ما بعد دحر داعش. يعني هذا الجانب
ما زال لغاية الآن لم يأخذ طريقه بشكل صحيح، وأنا في اعتقادي الاحتجاجات ستكون قادمة من قبل الشارع العراقي على نتائج الانتخابات، خصوصاً في حالة تأخر التوافقات السياسية في عملية تشكيل الحكومة، وهذا سيعطي الإمكانية في التدخلات الخارجية بشكل أكبر. نعم الدكتور صباح حلو المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك. حياك. بهذا مشاهدينا نأتي على ختام حلقة اليوم، عد ألقاكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله. حياك.